منه عبد الباسط؟ تفضل تفضل طبعا. سمعني عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله، ما شاء الله عليك، صدق ما الله شاء العظيم. الله عليك. أحسنت 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 ما شاء الله. ننتقل للنشاوي. يلا نسمع كمان نشاوي. تفضل يا ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أحسنت أحسنت أحسنت. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم. أحسنت أحسنت. مين ده يحكي؟ والله وظل حدا ما يعني ما خلانا نحكي. ما شاء الله عليه. ياسين أنت مبدع ما شاء الله عليك، يعني وسحرتنا بصوتك وبأدائك، سحرتنا بقراءتك للقرآن الكريم.